عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا عن بعد، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين بحضور كل من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. وقد مثل الفريق الحكومي كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. فيما مثل السلطة التشريعية أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب. وفي بداية الاجتماع استعرض معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني آخر مستجدات الآثار الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتأثيراتها على القطاعين المالي والاقتصادي في المملكة، وما تم اتخاذه من مبادرات وتسهيلات تصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية، وعلى وجه الخصوص الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4,300,000 دينار بحريني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعادل 32.20% من حجم الناتج المحلي لاقتصاد المملكة. وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص الحكومة على تنفيذ كافة المبادرات وفق ما هو مخطط، وذلك لمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية. وقام معاليه باستعراض تفاصيل التنفيذ لكافة مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية والبالغ عددها 8 مبادرات، حيث أشار إلى أن الحكومة تضع الحفاظ على وظائف البحرينيين على رأس أولوياتها، حيث قام صندوق التأمين ضد التعطل بالتكفل برواتب البحرينيين في القطاع الخاص للأشهر 3 أبريل مايو ويونيو من عام 2020، وقد تم دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهري أبريل ومايو 2020 حتى الآن، واستفاد من ذلك أكثر من 90,000 موظف بحريني و 11,000 شركة. كما أشار إلى أنه تم دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المستحقين، وتم إعفاؤهم من دفع رسوم البلدية لشهري أبريل ومايو، واستفاد من ذلك أكثر من 380,000 حساب. ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تنفيذ قرار الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية، حيث استفاد أكثر من 730 مستأجر من ذلك، في حين أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض مستمرة في تنفيذ قرار إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة، وقد استفادت أكثر من 280 منشأة ومرفقا سياحيا من هذا القرار. وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأنه وفي إطار تنفيذ مبادرة مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، فأن البنوك الوطنية مستمرة في مراجعة طلبات الدعم من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت حتى اليوم أكثر من 440 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة. أما بخصوص تنفيذ المبادرات المتعلقة بحزمة القرارات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الاقتراض للبنوك بما يعادل 3,700,000,000 دينار بحريني، فقد تضمنت تخفيض نسبة التمويل إلى القيمة وتخفيض متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي، وتابع المصرف عملية تأجيل القروض للأفراد والشركات، في حين أن المبادرة الأخيرة والمتمثلة في إعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة برنامج دعم استمرارية الأعمال، فإن تمكين مستمرة في مراجعة طلبات الاستفادة من برنامج دعم استمرارية الأعمال وقوائم المستحقين من سائقي الأجرة والنقل والحافلات ومدربي السياقة والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، وقد استفاد من ذلك حتى اليوم أكثر من 13,200 شركة و900 فرد.
وشدد على الحرص على مواصلة تنفيذ ما تبقى من الخطة التنفيذية لهذه المبادرات بما يصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص والاقتصاد، مبينا أن هناك مبادرات أخرى تم اتخاذها في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وهي تأجيل قروض الإسكان ووقف رسوم العمل والإعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية. ونوه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة قامت بمتابعة كافة المؤشرات الحيوية للقطاعات الاقتصادية منذ يناير وحتى أبريل 2020، والتي شهدت تراجعاً خلال هذه الفترة جراء تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 وما تم اتخاذه من إجراءات في كافة دول العالم وكذلك مملكة البحرين، كما نوه بتأثر عدة قطاعات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة، مؤكدا أهمية تركيز الجهود على إسناد القطاعات الأكثر تضررا للتصدي لتداعيات انتشار الفيروس. وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، كل من موقعه عبر إسهاماته وأدواره المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة بما فيه خير ويصب في صالح نماء الوطن وحماية مصالح ومكتسبات المواطنين، وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها التي ستتطلب تعاونا من الجميع لتجاوزها بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة قامت باتخاذ خطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية ورفع كفاءتها مع التركيز على المسؤوليات التي يجب أن يتشارك بها الجميع لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، مشيرا معاليه إلى أن التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يأتي لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين ويدعم تكاتف الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس ويعكس صور التعاون الإيجابي المشترك بين كافة الجهات والسلطات من أجل اجتياز هذه الظروف الاستثنائية والحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا. من جهته أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الحكومة تضع نصب عينيها تحقيق كل ما فيه الخير للمواطنين، حيث بادرت وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية وضمنتها على رأس المبادرات الثمان بمبادرة دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020، وهو ما يؤكد الحرص الذي تليه المملكة للمواطنين واهتمامها بالحفاظ على الكوادر الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص، كما أن المملكة تولي كوادرها الوطنية كل الاهتمام والرعاية من خلال التعليم والتدريب لجعلها دوما الخيار الأفضل للتوظيف عبر الاستثمار في المواطنين كونهم هم أساس لكافة مسارات التنمية. وأضاف سعادته بأن الوزارة ستراقب عن كثف التزام الشركات للإيفاء بالتزاماتها برفع رواتب العمال والحفاظ على حقوقهم وفق القوانين المنظمة لذلك. وقدم سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الشكر والتقدير لرئيسي مجلسي الشورى والنواب والسادة أعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم الدائم مع السلطة التنفيذية في كل ما فيه من شأنه تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا التعاون البناء وتسخير كافة الإمكانيات لدعم مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها مملكة البحرين، منوها سعادته بالدور الحيوي للسلطة التشريعية في كل ما يتم تحقيقه لصالح المملكة على المستويات المختلفة. وأشار سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة وتجارة وسياحة بأن الوزارة تسعى دوما لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء للتجار وأصحاب الأعمال عبر التعاون المستمر معهم والوقوف على كافة التحديات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، وتسعى دوما من أجل إيجاد الحلول الناجعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز واستدامة هذين القطاعين الحيويين وما يساهمان به من أدوار مختلفة في عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا على أهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من جائحة كورونا تحقيقها لأهدافها المنشودة، مشيرا إلى التعاون الإيجابي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل خلق المبادرات والبرامج التي تسهم في نماء وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية، مقدما في هذا الصدد شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.